السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المحرز قائد المنتخب الوطني وجماب بالماضي قائد سفينة المنتخب الوطني الجزائري، يعني وين نقولوا باللي اليوم وين كان اختيار تاعهم لافضل لعاب، نقولوا افضل لعاب للفيفا عام لعاب في العالم لسنة 2020، وين نقولوا باللي قام الدولي الجزائري رياض محرز لعاب مانشستر سيتي الانجليزي وقائد المنتخب الوطني الجزائري بالتصويت على اختيار المتوج بجائزة الفيفا لأفضل لعاب في العالم لسنة 2020 بمنح صوته للبولندي ليفاندوفسكي، وجاء اختيار باعتباره قائد لكتيبة الخط، حيث اختار هذا اللعاب في المركز الأول متبوع بالسينيغال ماني، وفي المرتبة الثانية فيما اختار زميله في السيتي في المرتبة الثالثة. أما الناخب الوطني الجزائري جمال بالماضي فقد اختار اللعاب نفسه في المركز الأول، ثم البرتغالي كريستيانو، وبعدها ماني في المرتبة الثالثة. والجدير بالذكر أن هذا اللعاب توج بجائزة الفيفا الأفضل لعاب للعام 2020 التي جرت سهرة يوم الخميس. اشنا كيفاش وين نقولوا باللي المرتبة الثانية كريستيانو ب 38 نقطة، ميسي في المرتبة الثالثة ب 35 نقطة، ماني في المرتبة الرابعة ب 29 نقطة، دي بروين في المرتبة الخامسة ب 26 نقطة، محمد صلاح 25 نقطة في المرتبة السادسة، تيغو في المرتبة الثامنة ب 17 نقطة، نيمار في المرتبة العاشرة ب 16 نقطة، فان ديك في المرتبة العاشرة ب 13 نقطة، سيرجيو راموس في المرتبة السابعة ب 11 نقطة. ميسي لم يصوت لكريستيانو عكس النجم البرتغالي الذي منح غريمه المركز الثاني في الأصوات، ولم يمنح ميسي قائد برشلونة أي من أصواته الثلاثة إلى منافسيه التقليديين كريستيانو للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020 من الاتحاد الدولي للفيفا، لكنه اختار صديقه نيمار في المركز الأول، بينما منحه كريستيانو المركز الثاني بعد روبرتو الذي فاز بجائزة يعني أحسن لاعب في العالم، وفاز مهاجم بايرن ميونخ بجائزة متفوق على الفائز بجائزة العام الماضي ميسي، وذلك بعدما قاد النادي البافاري للفوز بلقب الدوري والكأس في ألمانيا ودور أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، واحتل صدارة الهدافين في بطولة الثلاثة ليحصل جائزة أفضل في الفيفا للمرة الأولى. شوف كاين لعابه اللي انحقروا امثال تشافي اينيستا، يعني هادو اللي انحقروا داو كاس العالم في 2010 وما داوش هذه الجائزه. نورمالمو عام ورا عام، واحد يديها 2010 واحد يديها 2011. روبن كذلك، هادو لا كاين بزاف لعابه اللي انحقروا نورمالمو يكونوا هما الاولى بها. صان حقرو كان ميسي وكريستيانو والماسونية تلعب دوره كلش، يا صراحة شكون اللي يروح يسلم على الحيط كيما الاخر اللي قد اللي بغاو يقدسوه هنا يسموه صالح مرتبة سادسة. هذاك كما قاد اللعاب بالغ من العمر 32 عام
البولندي للتأهل لبطولة أوروبا 2020 ونال جائزة لعاب العام من الاتحاد الأوروبي لموسم 2019-2020 في أكتوبر ونقولوا العام الماضي، وتمنح جائزة بالتصويت من ممثلين وسائل الإعلام وقادة المنتخبات الوطنية والمدربين والجماهير. وبما أن ميسي وكريستيانو قائدين منتخب الأرجنتيني والبرتغالي على الترتيب، فقد كان لهما الحق التصويت لجائزة بشرط أن لا يصوت أي منهما لنفسه. وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن المركز الأول في الأصوات ميسي ذهب إلى المهاجم باريس سان جيرمان وصديقه وزميله الأسبق نيمار، لكن النجم البرتغالي منحه المركز الثاني، وذهبت أصوات ميسي بالترتيب إلى نيمار وكليني واللاعب البولون تاع بايرن ميونخ، بينما جاءت الأصوات كريستيانو ثم إلى ليفاندوفسكي ثم ميسي والأخير بامبي. وحل كريستيانو صاحب 35 عام في المركز الثاني في التصويت خلف اللاعب تاع بايرن ميونخ، بينما جاء ميسي ثالثا. يعني كانت شاهدنا كيفاش كريستيانو ب 38 نقطة، ميسي ب 35 نقطة، يعني ماني اللي فرحت له ماني بالمرتبة الرابعة ما راح ما دار مش كيما صلاح. شو كيفاش وين هنا محرز نورمالمون يكون محرز خاطر عليه بزاف فيها بزاف صوالح. على ذلك نقولوا بلي اليوم وين محرز وبالماضي وين التصويت تاعهم ما كانش التصويت تاعهم، كنقولوا بلي التصويت تاعهم وين راح وين فوطاو في زوج على واحد اللي داها، كان نقولوا بلي شحال الصغور هذاك والله ما نبغيش نصور. ميسي دغليا والله ما فوت على كريستيانو، كريستيانو فوت عليه هو ما فوتاش عليه، ضربه بالكروشي. انا بغيت محرز وبالماضي فوتو على كريستيانو خاطر على العام اللي فات فوتا عليهم، والله لا بغيتو يفوتي عليهم، بغيتو يفوتو عليه على بالك كانوا غادي يرفدوه، بغيتو يفوتو عليه على بالك ما فوتاوش عليه معليش. المهم كل واحد هادو راهم داينه وقيلا 5-5 ولا 6-6 ولا عمي ما كاعش عنده، وحطمو كاع الارقام قياسيه غادي يجو ناس موراهم يلعبوهمش مستوى على باقي راه كاع كيف كيف. راك تشوف كيفاش اللي داها العام اللي فات كلاس العاشر فان داك هذا كلاس العاشر، هذاك داها العام اللي فات سنا كلاس العاشر، راك تشوف كيفاش هذه هي المنافسة مليحة. بس نقولوا بلي حنايا تمنينا، انا واحد من الناس ما صوتش بغيت كريستيانو يعاود يديها، يستاهلها نورمال خاطر على 35 عام ولا كود رشحوا زلاطان ولا كو رشحوا داها هذاك فينك هذاك فين كيستاهل هذاك زلاطان هذاك. وتاع صلاح المرتبه السادسه خدمت له خاطر نهار اللي دار مع قناه عبريه خدمت له. انا نقول لكم مرتبه سادسه اش راه داير صلاح كاع كوب في الكوزينه عنده ما داهاش نورمالمون كاع ما يقدمش نورمالمون كاع ما كاشي. هاك تشوف هاكا بلي حماني مداها المرتبه كلاسمون كاتريام، لكن محرز جابها كراع كلاس سيتيام في الموند، جابها كراع البنت تاعو تاع نهار نيجيريا كلاس الخامس في الموند وكلاس العاشر روبلاسو العام اللي فات كان روبلاسو كلاس العاشر روبلاسو ما لعبش بزاف كلاس العاشر كان مقيل عيطولو مرتبه 10 اسنا الله غالب تولي يخدم عليها العام الجاي ان شاء الله. وراه طالع لنا فانيك لبتي الصغير راه طالع شكون هو بن ناصر رجع شويه يبراو يعاود يولي ياكل الارض هذه وين العام الجاي غادي تسيبو مرتبه رابعه ولا ثالثه ان شاء الله. خاص مستوى كاع راه كيف كاع المستوى راه كيف هذه ان شاء الله بربي كما يقول لك ربي يوفق اللاعبين تاع المنتخب الوطني الجزائري وتحيه الجزائر وربي يحفظكم.